هذا الإخوان يشكل خطر على المحرك. هذا 5 دقائق ينتهي أمر المحرك. تزييد المحرك مهمة جدا. البعض يقول لك هذا جزء جديد قم بتركيبه مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن مبرد زيت المحرك أويل كولير فريجيرون كما كنسموها احنا. هذا فيها مشكل اختلاط الزيت مع الماء، فيها مشكل، فيها ثقب هنا او ما شابه، يخرج الزيت بفعل الضغط من هنا ويختلط مع الماء كما ترون. المهم قمنا باستبدال هذا الاويل كولير كما يسمى باللغه الانجليزيه. جئنا بواحد اخر جديد، قمنا بتركيبه في مكانه، بتثبيته في مكانه، بعد ذلك سنكمل تركيبه بهذا الجزء الاخر. المشكل الاخوان اللي راح نتحدث عليه هو في هذا يتعلق بهذا مانع السيلان، هذا السيل، هذا الجوال كما نسميه في اللغه ديالنا. هذا ليس مانع التسريب فقط عادي، وانما عنده وظائف اخرى، يمنع التسريب وينظم مسارات الزيت هنا كما ترون، ينظم هذه المسارات وأيضا يمنع اختلاط الزيت مع الماء. هذا ليس مانع التسريب عادي إلى حد الساعة. المشكل أين الإخوان كما ترون؟ هذا جديد وهذا قديم الأصلي كما ترون أصدقائي. هنا الفرق كما ترون، هنا بعض الثقوب 1 2 3 4، هذا فيه ثقب 1 2 3، هنا هذه الثقب مشتركة. أين المشكل؟ هذا الإخوان يشكل خطر على المحرك. هذا للتذكير، هذا هو الجديد، هذا نركبه 5 دقائق، 5 دقائق ما يفوتهاش المحرك، يروح. لماذا 5 دقائق ينتهي أمر المحرك؟ لماذا؟ كما قلت، لأن هذا هو منظم مسارات الزيت. هنا تأتي فتحة، نبدأ بالشرح معكم. هنا تأتي فتحة خروج تدفق الزيت من المضخة، نعم مضخة تزييت المحرك، تأتي إلى هنا وتدخل الزيت في هذا المسار كما ترون، تأتي في هذا المسار إلى هنا، تدخل في هذه الثقب عفوا من أجل التبريد. بعدما تأخذ قسطها من التبريد تخرج من هنا، من هذا الثقب تخرج من هنا وتذهب في هذا المسار وتدخل نحو الفلتر من أجل التنقية من الشوائب وتصفى من الشوائب. بعد ذلك تخرج من هنا وتذهب إلى المحرك كما ترون أصدقائي. هنا يخرج الزيت المصفى من المحرك. نعرف بهذا الثقب الذي يذهب إلى تزييت التيربو كما قلت. هنا فتحة تدفق الزيت، دخول نحو مبرد الزيت، تبريد الزيت، خروج الزيت المبرد من هنا، يذهب في هذا المسار تذكير، فهذا المسار منعزل على بعضها، يذهب في هذا المسار ثم يدخل نحو الفلتر للتصفية والتنقية من الشوائب. بعد التصفية يخرج من هنا ويدخل في الثقب الداخل نحو المحرك لتزييت الأجزاء. المشكل إخواني، نأتي بتركيب هذا مانع التسريب الجديد، ماذا سيفعل؟ ستخرج الزيت الآتي من المضخة هنا من أجل الذهاب نحو التبريد. أول حاجة هنا فتحتان مشتركتان كما ترون، هنا ليست مشتركتان، هنا مشتركتان. ماذا سيحدث هنا؟ ستخرج الزيت من المضخة، ستذهب نحو مباشرة نحو مسار الفلتر، إذا لن تدخل إلى هذا المبرد لكي تأخذ حقها من التبريد. أول حاجة. ثاني حاجة هنا أيضا، والحجر الأخطر، هنا فتحة
رجوع الزيت، فتحة الرجوع. هنا يعني هنا يوجد صمام أمان، صمام أمان حماية الفتر من الانفجار، هنا في عدده يكون مغلوق، في وضعه العادي يكون مغلوق حال كما هذا، ولكن إذا قمنا بتركيب هذا فإنه يبقى مفتوحا. ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ ستأتي الزيت من هنا وتذهب من هنا وتذهب من هنا لتدخل إلى الفلتر من أجل دخول إلى الفلتر للتصفية من الشوائب. لكن مع هذه الفتحة ماذا سيحدث هنا؟ ستخرج الزيت من هنا وتذهب في مسار الراجع مباشرة نحو خزان الزيت في المحرك. لذلك الزيت من هنا ستضيع من هنا إلى فتحة الراجع، لن تدخل، ليست مجبورة للدخول إلى الفلتر للتصفية، وليست مجبورة من الخروج إلى الفلتر والذهاب نحو المحرك. إذا ستجد هذه الفتحة مفتوحة وستذهب مباشرة إلى الراجع. كما ترون أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الأمر مفهوما وواضحا، لأن هذا مسارات الزيت، تزييت المحرك مهمة جدا للغاية. كما قلت أصدقائي، تابعوا، ركزوا معي جيدا. هذا مانع التسريب القادم، هكذا، هذا مانع التسريب الجديد. إذا ركزوا جيدا وافحصوا أجزاءكم الجديدة أصدقائي. البعض يقول لك هذا جزء جديد، قم بتركيبه مباشرة. لا يا أخي، كما قلت، إذا قمنا بتركيب هذا مانع التسريب 5 دقائق لن يتعدى عمر هذا المحرك، وسيذهب سدا لأنه لن يصل له التزييت. ستخرج الزيت من هنا المتدفق من المضخة من أجل التزييت، لكن ستجد هذا المسار مفتوحا وترجع مباشرة نحو الخزان، مباشرة نحو خزان الزيت. لن تذهب الزيت، ليست مجبورة آنذاك للدخول إلى الفلتر والتصفية والذهاب إلى المحرك لتزييته، ليست مجبورة، لأنها ستجد هذا المسار مفتوح. كما ترون أصدقائي، ستجد هذا المسار مفتوح وتخرج من هنا وتذهب في فتحة الراجع. إذن هذا مهم جدا للغاية، انتبهوا إخواني لهذا مانع التسريب. هذا ليس مانع تسريب عادي، هذا له وظائف كثيرة، له 3 وظائف مختلفة، منها منع التسريب، منها تنظيم مسارات الزيت من أجل التبريد، ومن أجل الدخول نحو التصفية، ومن الخروج من التصفية والذهاب نحو تزييت المحرك، ومنه أيضا منع اختلاط الزيت مع الماء. يعني له وظائف عديدة ومهم جدا للغاية. إذا أصدقائي انتبهوا، فهذه للتذكير، هذا محرك راكب في حفار هونداي، هذا محرك كيمانز، فيه موديلات كثيرة جدا جدا تأتي من الصين وما إلى ذلك. المهم انتبهوا أصدقائي جيدا، بارك الله فيكم، أتمنى أن تكون قد وصلت المعلومة، لأن هذه المعلومة مهمة للغاية. البعض قد يأتي بواحد جديد ويقوم بتركيبه بدون فحصه ومراقبته. إذن الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، وعدم التسرع، لا تتسرعوا إخواني. إذا كنتم تريدون تركيب شيئا ما، افحصوه جيدا حتى ولو كان جديدا. كما قلت أصدقائي للتذكير، فهذا نذكركم بهذين الصمامين، هذا صمام حماية المحرك من انسداد مفاجئ في هذا الكولير، تأتي الزيت من هنا فتدخل إلى الكولير للتبريد، إذا كان هناك انسداد أو ما شيء مع قليل من الضغط يفتح هذا من هنا، مع قليل من الضغط يفتح هذا من هنا، وتذهب الزيت مباشرة نحو الفلتر للتصفية. وهذا أيضا صمام حماية الفلتر من الانفجار بهذه الطريقة، عندما نضع هذا مانع التسريب فالكل يكون مغلوقا هنا، ولكن عندما يرتفع الضغط هنا على هذا الصمام يدفع هذا الصمام للفتح، وتفتح هذه البوابة وتسمح للزيت بالتهريب نحو الخزان. هذا صمام أمان بالنسبة هذا صمام أمان للفلتر، وهذا صمام أمان للمحرك من انسداد مفاجئ من الكولير، كما رأيتم أصدقائي. إذا انتبهوا جيدا، بارك الله فيكم. إذا هذا
رغم أنه جديد لن نقوم بتركيبه، سنبحث عن واحد جديد آخر أو سنفحص هذا إن كان لازال جيدا ونقوم بتركيبه. أتمنى أن تكون وصلت المعلومة. لا تستهينوا أصدقائي بمبرد الزيت لأنه مهم جدا للغاية، ويساعد أيضا في تخفيض حرارة المحرك بشكل كبير، لأن الزيت يقوم بدور كبير في تبريد المحرك. أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة، وشكرا لكم أصدقائي، في إلى لقاء آخر وفيديو آخر ومعلومات أخرى إن شاء الله. إذا أعجبتكم المعلومات شاركوا مع أصدقائكم.